إذا بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، دمتم وطابت أوقاتكم بالمسرة وبالمحبة. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أينما كنتم وأينما تواجدتم على زوايا وجنبات أرضية ملعب سانتوس الرياضي هنا بحي الحمراء، هنا في هذا اللقاء الذي ياتي ضمن لقاءات الجوله الثالثه التي من خلالها يظهر الانتصار على امل الصعود للمحطه المقبله. الانتصار امر مهم عند ميدو، ميدو سيطر، مشى الكل عند تشافي، تشافي وقف، اللقماني يتقدم، اللاعب اللقماني، اللقماني لفو داري، يا سلام، الله الله، شوف انت، يا سلام، مسعود جول، مسعود جول، مسعود جول، لا يا مسعود، لا يا مسعود، لا يا مسعود، انت عارف مالك نفس، انت عارفه وانت حافظه، لكن بتعود الكره لجرين، ما زال الاصفر، ما زال، ما زال الكناري، ما زال على طول المحاوله، مصري مصري مصري، المصري 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 المصري، الكره الان في الامام، ادمي ادم، ادمي ادم، كره، جول 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 جول، نعم جول، الرايه الرايه حضرت في اللعبه الماضيه على حسان. كرة في الأمام، لقماني تشافي، محمد يتقدم، محمد لمسة، ميدو ميدو لمحمد، محمد لأبو علي، حسن حسن حسن، عرضية، جول جول يا بلال، جول يا بلال، الله، راية راية، الراية الراية تمنع، الراية 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 تمنع، مسعود ميدو، المصري المصري، لمسة لآدم، آدم يا لعيب، آدم يا فنان، على طول لفهد، فهد على طول المصري. سانتوس يلعب بطريقة جميلة، يبحث بأن يقارع فيها الانتصار، لكن كورة قد يكون فيها انتصار، وجول وجول وجول، نعم جول، عن طريق من هذه المرة؟ نعم هدف ياتي، نعم جول ياتي لمصلحة سانتوس، نعم وصول ياتي، نعم لمصلحة سانتوس، عن طريق محمد الماركي، نعم الماركي محمد في اللعبة الماضية وصل وسجل الهدف الأول لمصلحة سانتوس، وبتلك الوضعية سانتوس يضع الضربة الأولى ويبحث عن منع الانتصار من الوصول للمحطة القادمة. حنتابع الآن، هكذا هي نواياهم، هكذا هي نواياهم، نحن خرجنا، خلونا نخرج سوا بتلك الوضعية. فريق سانتوس يلعب، حنتابع الآن، حنتابع الآن، حنتابع الآن، إذا حنتابع، إذا حنتابع، راح نشوف، راح نتابع المحاولة والتسديدة الماضية، عدت كرة حمود الصاعدي، عدت إلى خارج أرضية الملعب، حتتابع الآن، نعم اللقطة الماضية، حتتابع الآن، الطموحات الكبيرة ماذا تخبئ؟ لكن على أي حال مع الكرة الماضية حكم المواجهة وسيدي هذه المباراة الكابتن ماهر العبدلي يطلق الصفر معلن نهاية القسم الأول والفترة الأولى من هذا اللقاء. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، عودة مرة أخرى في الفترة الثانية وفي الحصة الثانية من هذا اللقاء ومن هذه المواجهة التي تجمع الانتصار بفريق سانتوس بديلا عن وليد الصاعدي. نعم اصبحت التشكيله تتكون، لكن ادم 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 ادم، اين كنت يا ادم في الجوله الاولى؟ اين كنت يا ادم في المباراه الاولى؟ نتابع الان، حنشوف الان ابو علي بعرضيه، لكن بعد ذلك الكره تبعد، لترجع الكره من جديد، ادم 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 ادم، وينك يا ادم في المباراة الأولى؟ وينك يا ادم في المباراة الثانية؟ ادم يا ادم، عريس اللالم ونجم اللالم، ادم يا ادم، ادم يا ادم، ادم يا ادم، ادم عريس اللالم، اخذهم، خطفهم، هرب، ركب، اشترك، راح راح راح، وحط لي حسان، وحسان حطهم، وبتلك الوضعية سانتوس يتقدم باثنين الآن، نعم حسان يضع نفسه ويسجل هدف لمصلحة سانتوس، الله يا آدم، الله. إلى الآن تابع في بدايته عن طريق أفراد من البراعم بممارسة لعبة كرة القدم،
في تلك السنة وفي ذات السنة، لكن الكرة الآن، لكن اللعبة الآن، أعتقد هذه جول، أعتقد هذه جول، لكن مالك نفس، مالك نفس في إلك. لمسة في الأمام الآن، عبد الله المصري، العودة من جديد، وليدو 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 وليدو، تسديدة وليد عدت، تسديدة وليد الصاعد عدت على مستوى أهدافي هذه البطولة من أجل أن تظهر الظهور المثال، ومن أجل نعم أن تظهر الظهور المميز. كرة ممتازة، هي جول هي جول هي جول، لكن مالك نفس، مالك نفس في اللمسة. رقم تسعة، الرقم تسعة، الرقم تسعة، هل يأتي بالمسعى؟ حنتابع الآن، حنراقب الآن، سلمان سلمان سلمان، جول سلمان، جول، أوه يا سلمان، أوه عدت يا سلمان، أوه البداية عن طريق المالكي، وبعد ذلك حسان، أوه تورام يا تورام يا ولد حسن، بترجع الكرة عند آدم، جول 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 جول، القافية القافية القاتلة، هذا الخنجر، هذا الخنجر الذي من خلاله سأنتس ينهي المباراة، وهذه المرة عن طريق السبعة، عن طريق فهد، بالثلاثة بالثلاثة بالثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، وسأنتس يا حالات يا حالات الكناري، يا حالات يا حالات الكناري، يا حالات صاحب اللون الأصفر، يا جمالا يا جمالا يا روعة يا بهاء، نعم هنا في هذه المواجهة. ميدو ميدو عرضية على القائم الأول، بتعود الكرة من جديد، حسان على طول، عزو راح، عزو راح، عزو انطلق، عزو 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 يا عزو يا عزو عزو يا عزو، عبد العزيز في اللعبة الماضية، عبد العزيز في الكرة الماضية، الوافي على الكل عند سلمان، سلمان المين لسلطان، سلطان 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 بالتمريرة، قول يا سلمان، قول يا سلمان، قول يا سلمان، قول يا سلمان يا سلمان يا سلمان، على حاول من سلطان هذه المرة التمريرة باتجاه وليد الصاعدي، يتقدم وليد على أمل التقدم، ميدو 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 سجل، ميدو سجل، ميدو سجل، وبالتالي نعم هدف يأتي أول لمصلحة الانتصار قبل نهاية المباراة وقبل نهاية المواجهة، ميدو يأتي ويسجل الهدف الأول لمصلحة الانتصار، 1-0 النتيجة. الكرة بترجع من جديد، المحاولة من الصاعد من كرة من الأمام، نافاس يا مالك، مالك يا مالك في اللقطة الماضية، مالك أخذ الكرة الماضية، مالك أخذ الكرة الماضية، حتتابع لازم، مالك نافاس السيطر على الكرة الماضية، حتتابع مالك على طول يلعبها، ومع الكرة الماضية والسادة والحضور حكم اللقاء الباهر العبدلي يغلق الصافرة، معلن نهاية أحداث هذا اللقاء، ثلاثة لسانتوس للبداية كانت عن طريق محمد المالكي، بعد ذلك حسان أضاف الجول الثاني، وبعد ذلك فهد الحارثي سجل الجول الثالث، بينما الهدف الوحيد واليتيم